يتم على ضوء النتائج المحققة والأهداف المبرمجة، مع الحرص بحزم وأمانة لأكون عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس نصره الله بيده، وذلك بالحرص على القيام بأعباء الإدارة القضائية لهذه المحكمة وفق خطة عمل واضحة ومحددة مرجعها المقدر الخطب الملكية السامية داخل المحكمة مواتية وملائمة لإنتاج عمل قضائي في مستوى التطلعات، وذلك بالتعاون مع السيد وكيل ملك هذه المحكمة الأستاذ عبد الحميد الغزالي. أنا جد سعيد بتنصيب اليوم رئيساً للمحكمة الابتدائية بتنغير بعد موافقة الجانب الشريف أسماه الله أعز أمره، وسأحاول بحول الله وقوته كمسؤول على رأس هذه المحكمة العمل على تقريب القضاء من المواطنين وجعله في خدمتهم، ومحاولة إيجاد حلول لجميع المشاكل والإشكالات التي قد تثار بمناسبة العمل. كما أشكر بالمناسبة جميع الحاضرين الذين حضروا لجلسة تنصيبي بهذه المناسبة، كما أشكر رجال الصحافة والإعلام على تغطيتهم لهذا الحدث. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.